طيب بنتكلم النهارده يا جماعه عن البروكيورمنت مانجمنت بروجكت بروكيورمنت مانجمنت. اول احنا عندنا في حاجه اسمها بيرشيسنج تمام، وحاجه اسمها بروكيورمنت، حاجه اسمها بيرشيسنج وحاجه اسمها بروكيورمنت، اللي هي فكره الشراء وفكره التوريدات لو حبينا نقول يعني. طيب البيرشيسنج هو ايه؟ قال لك هو البروسيس بتاعت الاوردرنج والريسيفنج جودز اند سيرفيسز، يعني انت بتبتدي تشتري الحاجه، تطلع اوردر شراء وتستلمها تمام. هو ده عمليه البيرشيسنج. فقال لك ان البيرشيسنج ريفيرز تو ذا بروسيس انفولفد ان اوردرنج جودز ساتش از ريكويست ابروفال كرييشن اوف بيرشيس اوردر ريكويست وي ابي او اللي هو البيرشيس اوردر اند ريسيتنج ذا ايه ذا جودز. اوكي العمليه عمليه الشراء، حضرتك لما بتبتدي تطلع تقول مثلا احنا عايزين عندنا نقول على سبيل المثال مثلا 5 طن اسمنت، فوالله عملت الريكوست وحصل عليه ابروفل وبعدين اتعمل بي او وبعدين اتورد، ده كده انت بتتكلم في عمليه بيرشيسنج تمام. لكن لو انت اصلا قاعد بتكالكوليت وبتحسب وبتشوف انت هتعوز قد ايه وايه الانواع اللي هتجيب منها وايه الكلام ده كله، فانت دخلت لفكره الايه؟ فكره الايه؟ البروكيورمنت. قال لك از اوفر ارتشنج فانكشن ذات describes the activities and the processes to acquire goods and services، اللي هي العملية الكلية أو الوظيفة الشاملة اللي بتوصف كل الـ activities والـ processes اللي حضرتك بتحتاجها عشان تـ acquire goods or services. Involves the activities involved in A. Establishing fundamental requirements، إن أنت أصلاً تقول أنت عايز إيه، تقول إيه المتطلبات بتاعتك. Sourcing activities such as market research and the vendor evaluation and the negotiation of contracts. عملية ان انت يكون عندك مصادر اصلا، زي عملية ان يكون عندك مصادر عشان يكون عندك مصادر انك بتعمل market research وتشوف مين ال vendors، تعمل لهم evaluation وتبتدي تنيجوشيت الايه ال contract. كل ده كده انت كده بتتكلم في ايه؟ في procurement اكتر منها purchasing تمام؟ It can also include the purchasing activities referred to order and receive. بعد انت عملت ده كله في الاخر بتعمل ايه؟ order and receive، واللي هي عملية الايه؟ purchasing. يبقى اذا عملية البروكيورمنت بت include جواها purchasing، لكن purchasing ما بت includes جواها البروكيورمنت تمام؟ طيب ده كان اول جزء كده بس بنفرق فيه ما بين البروكيورمنت والايه؟ والبيرشيسنج. هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها negotiation strategies. negotiation strategies تمام؟ ثواني بس. طيب دي ما عمليات او استراتيجيات التفاوض اللي حضرتك ممكن تستخدمها عشان تتفاوض في عقد او تتفاوض في حاجه ما مع مورد مع غيره. اول استراتيجي هي استراتيجيه الديدلاين. الديدلاين ده ان حضرتك بتبقى حاطط وقت معين للتفاوض، بعديها هيبقى في حاجه معينه هتحصل، زي ان مثلا مدير المشروع يقعد يتفاوض مع واحد من المقاولين ويبقى مدير المشروع مفهمه ان هو عنده طياره الساعه 6 فيتخلص معايا قبل الساعه 6، يا اما هتروح لمورد تاني، او يا اما تخلص معايا الساعه 6 يا اما هتستنى لحد ما ارجع بعد كده. فهي دي فكره الديدلاين تمام. الاستراتيجي التاني هو اكستريم ديماندز. اكستريم ديماندز ان انت بتبالغ في الطلبات، بتبالغ في الطلبات عشان تقدر توصل لنقطة معينة انت عايزها. بمعنى ان مثلا لما بنروح نشتري حاجة ونلاقي الحاجة دي مثلا ب 1200، فانا عارف ان الفير برايس بتاعها 1000 مثلا، فانا عشان اخدها ب 1000، لو قلت 1000 مش هاخدها ب 1000، عشان اخدها ب 1000 فبقوم عامل ايه؟ بقوم مبالغ في الرقم اللي انا بقول عليه، بقول له مثلا 600 700، عشان لما نوصل للألف يبقى أنا وصلت للنقطة اللي أنا عايزها. فهنا أنا بأكستريم أو بقول طلبات مبالغ فيها عشان أقدر أوصل للي أنا عايزه. Good guy وbad guy. Good guy وbad guy هنا إحنا هنا بنتكلم عن إن عارف أنت بالبلدي كده عندنا في مصر بنقول إيه؟ واحد يضرب واحد يلاقي، أو حد يبقى كويس وحد مش عارف إيه. أحيانا بنستخدم الاستراتيجي دي إن يبقى في مثلا حد يبين للكونتراكتور او وات ايفر انت بتتفاوض مع مين، مع حكومه مع غيره،
ان في حد بيتكلم بشكل كويس وبيبقى متعاطف معاك ومتضامن معاك، وحد تاني لا ضدك ومش عايزك مش عايزك تعمل العقد او مش عايزك تتعاقد والكلام ده كله. فبود جاي باد جاي، ان يبقى دايما في حد بيضرب وحد بيلاقي. ميسنج مان او ليميتد اوثوريتي ده بيكون عباره عن ان انت دايما بتتفاوض وفي حد تاني انت بترجع له، ممكن يكون ده مش حقيقي اصلا وانت القرار كله في ايدك، بس انت بتحاول توصل للطرف التاني ان انت هترجع لفلان الفلاني، هنرجع للسي او، هنرجع للتشيرمان، هنرجع لرئيس مجلس الاداره، هنرجع للمدير، تمام؟ عشان تدي لنفسك خطوه خلفيه تقدر ترجعها للخلف، او تدي لنفسك لو في رفض او حاجه ان مش تبقاش انت اللي بترفض، وان يبقى دايما في حد موجود انت بترمي عليه بعض المسؤوليه، او بيكون مش موجود فالراجل ما بيبقاش عنده قدره ان هو يتفاوض معاه، فهو بياخد الكلام اللي جاي منه وخلاص. طيب في كمان الاتاك. اتاك ان حضرتك تبتدي تطلع مشاكل او عيوب او سلبيات في المورد او في شغله، او في لو انت برضو تفاوض مع اي حد ايا كان، فبتاتاك عليه تقول له لا خلي بالك ان انت الحاجه الفلانيه دي مش معاك شهاده كذا، وان انت اصلا الشغلانه اللي فاتت كان عندك مشاكل في الشغل في كذا وكذا وكذا وهكذا. في كمان الويدرول. الويدرول اللي هو الانسحاب، ان حضرتك تكون بتتفاوض وصلتوا لنقطه معينه ما فيش نقطه اتفاق، فبتقوم سايب ترابيزه المفاوضات وبتقوم تمشي او بتنسحب من المفاوضات، او يعني ايه يعني على سبيل المثال مثلا اللي عاملاه اثيوبيا حاليا معانا، او احنا في بعض الاوقات لما كنا بنعمل نيجوشيشن في الموضوع بتاع اثيوبيا كان بتبقى في انسحاب من المفاوضات كنوع من انواع الضغط على الطرف الثاني، بمعنى ان انا مش هبقى متاح ليك ان انت تتفاوض معي. طبعا بيفرق كتير جدا ان مين اللي بيعمل الاستراتيجي دي، الطرف الاقوى ولا الطرف الاضعف. فطبعا الطرف الاضعف لما ينسحب يعني هيعمل ايه يعني، لكن الطرف الاقوى لما بينسحب هو بيسبب مشكله. طيب عندنا كمان فيت اكومبلاي. فيت اكومبلاي هنا هي دي كلمه اصلا فرنسيه، وهي بتعبر عن الامر الواقع، تمام؟ فيت اكومبلاي اللي هو الامر الواقع. فالنهارده لما تيجي تتفاوض مع مقاول او مع مورد وشغله وبالفعل بدا يعمل شغل، غير لما بتتفاوض معاه قبل ما يعمل شغل خالص. فانت النهارده لما تيجي تتفاوض معه وهو بدا بالفعل حط شغله وحط عماله وحط بقاله كذا يوم شغال، فهو قدرته على التفاوض معك بتبقى ضعيفه، وبالتالي انت هنا بتتفاوض من ارض الامر الواقع، ده في امر واقع تاني. طبعا كل دي استراتيجيز مش فير، دي كلها حاجات مش فير، دي كلها حاجات يعني لو افترضنا ان هي كل واحد بقى بيستخدم استراتيجيه منهم عشان يتزكى على التاني او يوصل لوضع افضل، الطبيعي ان انت تكون هدفك من التفاوض انك توصل لما يسمى fair and reasonable. fair and reasonable يعني عادل ومنطقي، يعني توصل لاتفاق عادل ومنطقي. طبعا مفيش حد بيعمل الكلام ده، كل واحد بيبتدي يشوف والله انا لو عندي مثلا 5 مقاولين فانا هضغط بالاربعه الباقيين على كل واحد فيهم عشان اقدر اوصل لافضل حاجه انا عايزها. طيب انت عملت الكلام ده وتحت ضغط التعدد المقاولين، تحت ضغط ان هو عايز يعمل شغل، فبدأ يقدم تنازلات، فبدأ ما يكسبش، فبدأ ان هو كمان يحاول يطلع لنفسه فرق او مكسب او هامش بطريقه غير شرعيه. بطريقه غير شرعيه عن طريق ان هو مثلا يحاول يشوف المهندس اللي هيستلم يظبط معاه الدنيا، او يحاول يشوف الماتيريال يلعب في الماتيريال، او يلعب في اي حاجه. في النهايه انت قرصت عليه قرصه وحشه جدا بشكل انفير، فهو كمان بيحاول يطلع لنفسه هامش ربح بشكل غير شرعي او غير صحيح، تمام؟ فهي دي مشاكل انك تبتدي تعمل ديل ما يكونش فير اند ريزونبل. دايما بقول ان احد اهم مقومات نجاح الشركات وكذلك المشروعات هو ابرام اتفاقات عادله مع الموردين والمقاولين من الباطن والمقاولين بشكل عام. لان المقاول لما بيكون هو حد تمام وبياخد حقه وما عندوش ما ضغطش عليه زياده عن اللازم، فهو كمان بيديك شغل كويس جدا، وهو ده بيبقى الظهر بتاعك اللي بتتسند عليه وبيقدم لك حاجات تمام زي الفل. وطبعا اكيد اكيد كلنا واحنا بنسمع الكلام ده دلوقتي قدامنا اكزامبلز كتيره جدا ونقدر نضيف في الموضوع ده كتير قوي يعني. تمام، فا
انصح الجميع، وان كان يعني انا برضو عشان اكون صريح معاكم، انا كاحمد فهمي بستريح اكتر مع الفير اند ريزنبل ديلز، بس ممكن في بعض الاماكن وبعض الجهات وبعض المؤسسات لو حد عمل الكلام ده يحاسب او يتجازى او يحصل له تاثر بشكل ما. هنا انت هتكون في صراع، في صراع ما بين مصلحتك وما بين يعني ان انت هتعمل الصح والحق والعدل واللي يرضي ربنا. فمبدئيا يعني نصيحتي ليك اعمل اللي يرضي ربنا، ده رقم واحد. والله ما لم يكن هيقع عليك ضرر مباشر يعني، والا لو عرفت تخرج نفسك من الموقف ده خرج نفسك منه خالص. ولكن يعني اذا تعرضت الدنيا دي بقى يعني خد راي حد بقى من الائمه ممكن يفيدك يعني. لكن انا شخصيا بنصحك ان تعمل فير اند ريزنبل ديل. طيب نبتدي نتكلم بقى عن العقود والكلام المهم اللي هنتكلمه النهارده. احنا عندنا اكتر من نوع من العقود ودنيا من دي هنتكلم عليها، بس تعالوا نعرف ايه هو العقد الاول. فقال لك كونتراكت اللي هو بينكلود حاجه اسمها ستيتمنت اوف ورك اللي هو بيان اعمال او وصف للتوريده او وصف للمشروع اللي انت او السب بروجكت اللي انت هتديه للمقاول من بطن. يعني هنفترض حضرتك معاك ميجا بروجكت، فانت قسمت الميجا بروجكت ده لحوالي 25 سب بروجكت، واحد مسؤول عن اعمال الستيل، واحد مسؤول عن الكونكريت، واحد مسؤول عن مش عارف ايه، واحد مسؤول عن ايه، وهكذا. فكل واحده من دول هيكون ليها كونتراكت، وكل كونتراكت لازم ينكلود الستيتمنت اوف ورك بتاعته اللي هو بيان الاعمال بتاعه. قال لك each individual procurement item requires a separate contract statement of work. كل عقد بيحتاج يكون ليه ال statement of work بتاعه. كل statement of work بتاعة عقد is developed from the project scope statement. يعني احنا اصلا بنعمل ال statement of work بتاعة كل procurement من ال scope statement بتاعة البروجكت ومن ال WBS ومن ال WBS dictionary. احنا اصلا الشغل اللي عندنا في المشروع كله موجود فين؟ موجود في الثلاث حاجات دول اللي هو يعتبر السكوب بيز لاين، سكوب ستيتمنت، و دبليو بي اس، و دبليو بي اس ديكشنري. انتوا عارفين طبعا ان الثلاثه دول لما يكونوا مع بعض ويكونوا ابروفد فبيكونوا مع بعض عندي السكوب بيز لاين. طيب ديسكرايب ذا بروكيورمنت ايتم ان سفيشنت ديتيل، بتوصف البروكيورمنت بتفاصيل كافيه تسمح للموردين المحتملين ان هم يحددوا هم يقدروا يوردوا الموضوع دوت ولا لا. يعني لازم الموضوع يتوصف بشكل كويس، الشكل اللي يخلي المورد قادر على ان هو يحدد هو يقدر يعمل ده. insufficient details to allow prospective resellers to determine if they are capable. هنبدا يا جماعه بنتكلم في الكونتراكتس، بنتكلم في الكونتراكت. الكونتراكت عشان يبقى في كونتراكت لازم يكون في حاجه اسمها ستيتمنت اوف ورك لكل بروكيورمنت. يعني كل بروكيورمنت عندي بتعمل لها كونتراكت وبتعمل لها ستيتمنت اوف ورك. خلاص. طيب الستيتمنت اوف ورك دي هي عباره عن ديسكريبشن لايه المطلوب في البروكيورمنت دي. يعني انا مثلا جبت حد مسؤول عندي عن الازاز، فانا هكتب له ديسكريبشن انت مطلوبك انواع ازاز ايه، مطلوب منك كميات ازاز ايه، مطلوب منك ثيكنس قد ايه، مطلوب منك مقاسات قد ايه، مطلوب منك تركيب بانهي كيفيه وبانهي مكان. في النهايه انا بديله فالستيتمنت اوف ورك هي ديسكريبشن لكل بروكيورمنت. فقال لك each individual procurement items requires a separate contract statement of work. اوكي. طيب الستيتمنت اوف ورك دي احنا اصلا بنجيبها منين واحنا بنعتمد عليه؟ بنعتمد على سكوب ستيتمنت، بروجكت دبليو بي اس، و دبليو بي اس ديكشنري. الثلاثه مع بعض ابروفد كانوا بيشكلوا عندي حاجه اسمها سكوب بيز لاين اللي هو البيز لاين او سوري السكوب المعتمد. تمام. طيب لازم ندسكرايب كمان البروكيورمنت ايتم. البروكيورمنت ايتم عندي هنا اللي هو بيمثل ايه؟ بيمثل الازاز زي ما شرحت لكم، او الخشب، او الستيل، او وات ايفر التوريده اللي انت بتعملها. انت ممكن بدل ما هتعمل توريده بكل ايتم مثلا زي الخشب والازاز والستيل والكلام ده، لا انت عندك مجموعه مواقع فهتعمل لكل موقع
تمسكه لمقاول شامل بقى كل حاجه، خشب وازاز وستيل وكونكريت وكله. ففي النهايه انت بتحدد ايه هو هيكون البروكيورمنت بتاعتك، وانت هتديفايد او هتسبليت بيزد على ايه. فانت بتديسكرايب البروكيورمنت ايتم ده بسفيشن ديتيل تسمح لكل بروسبكتيف سيلر انه ديتيرمن هو يقدر يعمل الموضوع دوت ولا ما يقدرش يعمله ببساطه. طيب قال لك ان البروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك ريتن تو بي كلير، لازم تكون واضحه، كمان لازم تكون كومبليت ولازم تكون كونسايز. طيب يعني لازم تكون واضحه، لازم تكون كامله شامله كل حاجه، يعني بتتكلم عن كل الايتمز، بتتكلم عن كل حاجه في الايتم، وكونسايز منضبطه ومحكمه، الكلام مش مفتوح، الكلام مش مطلق. ما ينفعش اقول لك ورد ازاز كويس، يعني ايه كويس؟ ما ينفعش تقول لي كويس، ينفع تقول لي والله ما يقلش عن كذا او ماركه كذا او الدنيا دي كلها. ما ينفعش تقول لي خلص في وقت مناسب، مناسب دي مش كونسايز، لازم تبقى محكم ومنضبط. Can be revised and refined as required as it moves through the procurement process. يعني طول ما احنا شغالين في البروكيورمنت بروسس احنا نقدر نريفايز ونريفاين الستيتمنت اوف ورك دي. امتى ما نقدرش نعمل لها ريفاين او ريفايز؟ لما تدخل جوه سايند كونتراكت، خلاص بقى في عقد ممضي، انا ما ينفعش ان اعمل لها ريفايز وريفاين. اي حاجه هعملها بعد كده هتبقى بعقد جديد او بملحق للعقد دوت. تمام؟ لكن قبل كده غير وبدل براحتك طالما لسه ما ايه؟ ما وصلتش للسايند كونتراكت. طيب multiple products or services may be grouped as one procurement item with a single contract statement for. ده اللي لسه كنا بنقوله، ان انت بدل ما تعمل grouping based على item معين، لا انت خدت location وخدت كل ال items في اللوكيشن دي حطيتها في procurement واحد ورحت عمل لها ايه؟ statement of work. طيب الكونتراكت اصلا عباره عن مستندات او علاقه قانونيه، يعني هي بتحدد او بتوثق علاقه قانونيه. تمام؟ وبالتالي هي لازم تكون فورمال اجريمنت او اتفاقيه رسميه، لانها في الاول وفي الاخر حاجه ليجل. يعني شوف ستيت اول ريكويرمنتس، لازم الكونتراكت اللي هو ليجل ده لازم يستيت اول ريكويرمنتس. Depending on the application area, a contract can be also called، يعني حسب الاريا اوف ابلكيشن اللي احنا بنتعامل فيها، ممكن نسميها اجريمنت، ممكن نسميها understanding، ممكن نسميها سب كونتراكت، ممكن نسميها بيرشيس اوردر. تمام؟ ممكن نسميها agreement, understanding, subcontract أو purchasing order. Contract must be followed and everything provided in it must be done. العقد لازم يتم اتباعه وكل حاجة موجودة في العقد لازم تتنفذ. وأنا هنا بقول لك must be done مش should be done. خلي بالك. تمام؟ طيب. Any change must be written and formally controlled and approved by both parties. أي change هيحصل بعد ما العقد يتمدي لازم يتكتب ويبقى متوثق ويبقى بيحصل عليه approval من الطرفين. Contracts are legal relationships subject to remedy in the course. العقود عبارة عن علاقات قانونية خاضعة للتقاضي في المحاكم. جميل؟ عشان ده برضو من ضمن أهم الفروق ما بين الكونتراكت والتشارتر. في ناس بتخلط أحياناً ما بين الكونتراكت والتشارتر. التشارتر دي وثيقة داخلية ما بين الأورجانيزيشن والبروجكت مانجر، while الكونتراكت دي legal document subject to remedy in the court. يعني خاضعه للتقاضي، ما ينفعش تروح مثلا المحكمه ببروجكت تشارت، لكن تروح المحكمه بعقد تماما. The project management team may seek support early from specialists in contracting, purchasing, law, and technical disciplines. يعني مدير المشروع مش لازم يكون بيفهم في كل التخصصين، سواء في التعاقدات او العقود او في المشتريات او في المتخصص القانوني او متخصصين في النواحي الفنيه وهكذا. يعني مش لازم يكون بيفهم في كل حاجه في الحياه. طيب كل كونتراكت لايف سايكل، يعني اللي هي دوره حياه العقد، ممكن تنتهي في اي مرحله من مراحل اللايف سايكل بتاعه المشروع. يعني ممكن عقد ينتهي في الانيشيتنج، عقد تاني ينتهي في البلاننج، عقد تاني ينتهي في اي فيز من الفيزز بتاعت البروجكت لايف سايكل. Depending on the application area, the seller may be identified as اللي هو البائع او المورد او المقاول او البندر او سيرفيس بروفايدر او السبلاير. في النهايه سيلر، كونتراكتور، سب كونتراكتور، فيندور، سيرفيس بروفايدر او سبلاير، دي كلها اسماء لل
سيلر او للبائع او للمورد او الشخص اللي هيجي ينفذ الحاجه. ونفس الكلام من الناحيه الثانيه الباير ممكن يتقال عليه كلاينت او كاستمر او برايم كونتراكتور او كونتراكتور او اكوايرنج اورجانيزيشن او سيرفيس ريكويستور او بيرشيسر. تمام، كل دي اسامي من اسماء الايه الباير او الشخص اللي هو طالب المشروع، الجهه اللي طالبه المشروع. طيب السيلر اسماءه كمان بتتغير خلال السايف سايكل بتاعه البروكيورمنت. في الاول خالص بيكون اسمه بيدر، حد ايه بيزايد على المناقصه دي او بيقدم في المناقصه دي او بيقدم عطاء في المناقصه دي. تمام، بعدين بيبقى سيلكتد سورس. تمام، بيبقى بعد كده لما بيرسى عليه الموضوع بيبقى تم اختياره بيسميه سيلكتد سورس. بعدين لما بيتم التعاقد معاه بيبقى اسمه كونتراكتد سبلاير. بعد ما بيتم ابرام التعاقد معاه بيبقى اسمه ايه كونتراكتد سبلاير. طيب the seller will typically manage the work as a project if the acquisition is not just for shelf material. السيلر بقى اللي هو الكونتراكتور اللي هو السب كونتراكتور اللي هو احنا اتفقنا نسميه زي ما نسميه، ده هيمانج الشغل اللي هياخده مني انا. يعني انا هعتبر نفسي ان انا الشركه الطالبه للمشروع او الجهه الطالبه للمشروع او الجهه المالكه للمشروع، وجبت كونتراكتور. كونتراكتور لما ياخد مني الحته دي من الشغل هو هيمانجها كمشروع بشكل عام. يعني هو هياخد الحته اللي هي ممكن تبقى عندنا مجرد توريده او سب بروجكت، هو هيمانجها كمشروع بشكل عام. تمام، ما لم تكن شيلف ماتيريال او مجرد توريد ماتيريال. يعني ما لم يكن ان حضرتك طلبت مني اسمنت فجبت لك اسمنت، طالب رمله فجبت لك رمله، لكن انك تطلب مني ازاز وبمواصفات معينه وباوقات معينه واركبه واسلمك الحاجه تمام وفي فانكشناليتي فيها، فاحنا كده بنتكلم في البروجكت مش بنتكلم في شيلف ماتيريال. تمام، طيب the buyer becomes the customer and is thus a key project stakeholder for the seller. الباير في الحاله دي بيبقى هو العميل وبيبقى key stakeholder for the seller. يعني الباير اللي هو انا بكون key stakeholder للمقاول اللي خد مني الشغل بتاع الازاز ده فور اكزامبل، الشغل بتاع الزجاج. يعني عارف ان بعض الاخوه العرب ممكن ما يفهموش كلمه ازاز، بس يعني اعتقد يعني اللغه المصريه او اللغه المصريه درجه عندكم فاهمين يعني ازاز يعني. طيب the seller's project management team is concerned with all the processes of project management not only with those of this knowledge area. احنا هنا بنولوجي اللي بتاعت الايه البروكيورمنت، هناخد بروسيسز خاصه بالايه بالبروكيورمنت. فالتيم بتاع اداره المشروع اللي عند السيلر او المقاول مش هيشتغل من خلال البروسيسز بتاعت البروكيورمنت بس، لا ده هيشتغل ببروسيسز المشروع كله بكل النولج ارياز، السكادول والسكوب، هياخدوا بقى مشروع كامل. Terms and conditions of the contract become key inputs to many of the seller's management processes. العقد نفسه فاكرين لما كنا كل شويه نيجي نقول كده agreement في الانبوتس، هي دي الاجريمنت اللي احنا بنتكلم عليها في الانبوتس. بقول لك ان التيرمز والكونديشن بتاعت الكونتراكت بتبقى مدخل من المدخلات الرئيسيه جدا لكتير من البروسيسز عند السيلر، لكتير من البروسيسز عند السيلر. In this section, it is assumed that the buyer of an item of the project is assigned to the project team and that the seller is organizationally external to the project team. تمام؟ The buyer of an item of the project assigned to the project team. احنا بنفترض ان الباير دوت بيبقى عنده project team وان احنا بنجيب السيلر دوت من خارج المؤسسه. تمام؟ is also assumed that a formal contractual relationship will be developed and exists between the buyer and the seller. وبنفترض برضو ان دايما هيكون في علاقه تعاقديه موجوده ما بين الباير والسيلر. وحاجه كمان عايز بس اقول عليها كمان، احنا مش هنفترض نفسنا السيلر، احنا هنفترض نفسنا الباير. يعني احنا دايما هنتكلم طول المحاضره النهارده ان احنا الايه؟ احنا الباير مش احنا السيلر. احنا الشركه مش احنا المقاول. احنا الشركه المالكه للمشروع مش المقاول اللي هينفذ. المقاول اللي هينفذ هيمانج المشروع من خلال كل البروسيسز. احنا بقى كشركه بنمانج التوريده دي او بنمانج البروكيورمنت دي من خلال ايه؟ من خلال البروسيسز اللي هنتعلمها النهارده. تمام؟ احنا عندنا كمان يا جماعه تايبس اوف كونتراكت. هنبتدي نتكلم على انواع، لو عندي ثلاث انواع، لو عندي حاجه اسمها فيكس برايس، حاجه اسمها كورس امبرسيتول، وحاجه اسمها تايم اند ماتيريال. فيكسد برايس دي اللي هي الايه اللمسم او الحاجه اللي هي ذات التكلفه الثابته، يعني الشغل نفسه اللي هيتعمل تكلفته معروفه ومحدده. تمام،
البوستن بارسيفل لا، ده الشغل متغير حسب الشغل اللي هي حسب الحاجه نفسها اللي هتتم وهتتنفذ اتكلفت كام فعليا هتيجي تنحسب. تمام، تايم اند ماتيريال دي حاجه هنقول لك نشوف. تعال ناخد بس الفيكسد برايس. فيكسد برايس ده نوع من انواع العقود لازم يكون السكوب بتاع البرودكت بتاعي ويل ديفاين، يعني لازم ابقى عارف انا عايز ايه بالظبط. انا هنا بتكلم ان انا الشركه المالكه للمشروع، لازم ابقى عارف انا عايز ايه. تمام، لازم يبقى في فيكسد توتال برايس، في توتال برايس فيكسد، والريسك دايما او غالبا او هيكون في في النوع ده من العقود على السيلر. مين اللي شايل الريسك؟ السيلر. يعني انت دلوقتي ايه، جيت وريت، جبت والله صنايعي عندك، وريته والله الشقه بتاعتك، وقلت له انا عايز ايه، ادهن الشقه دي كلها. تمام، جبت يعني عامل، قلت له عايز ادهن الشقه دي، عامل دهانات او مقاول دهانات، قلت له انا عايز ادهن الشقه دي. حلو، طيب تدهن الشقه دي بكام؟ قال لك والله انا هدهن الشقه دي ب 10,000 جنيه. خلاص، فاحنا اتفقنا دلوقتي على ان هي الشقه دي اللي هتدهن، هتدهن بالشكل الفلاني بالالوان الفلانيه بالطريقه الفلانيه وب 10,000 جنيه. طيب الراجل دوت كان يعني لما جالك شاف ان في مكان في ميه في كهرباء، بس لما جه يشتغل وهو شغال في النص الميه والكهرباء، هيقول لك هات لي ميه وكهرباء، بس العطله بتاعته دي انت مش هتحملها، انت عايز تدفع 10,000 جنيه. لو هو شغال قابلته اي مشاكل من اي نوع، عماله، معدات، خامات، دنيا من دي، هو برضه مسؤول. انت اتفقت على رقم ثابت، هو الرقم الثابت ده هياخده خلاص، وبالتالي هو اللي شايل هنا ايه؟ الريسك. طيب احنا عندنا دلوقتي ثلاث انواع من الفيكسد برايس كونتراكتس، حاجه اسمها فيرم فيكسد برايس، وحاجه اسمها فيكسد برايس انسنتيف فيز، وحاجه اسمها فيكسد برايس ويز ايكونوميك برايس ادجستمنت. تمام، فيرم فيكسد برايس هو من الاخر اللي انا لسه حكي شويه، حاجه دي بتتعمل بكام؟ بتتعمل بايه؟ ب 10,000. طيب الحاجه دي حصل فيها اللي حصل فيها، انا هدفع 10,000 برضه، مش هغير الكلام ده خالص. طيب تعالوا نشوف كده العقود اهي تدريجيا. اول حاجه الفيرم فيكسد برايس، قال لك ذا موست كومنلي يوزد كونتراكت تايب از ذا اف اف بي، اكثر انواع العقود استخداما واكثر انواع العقود طلبا من الشركات هي الاف اف بي. ليه؟ عشان بيريح دماغه، اتفق على 10,000 جنيه، اتفق على مليون جنيه، خلاص الموضوع منتهي. قال لك ات از فيفورد باي موست باينج اورجانيزيشن، هي دي هو ده العقد المفضل عند معظم الشركات. اني كوست انكريز ديو تو ادفيرس بيرفورمانس از ريسبونسبيلتي اوف ذا سيلر. تمام، اي كوست بيحصل نتيجه الاداء السيء ده بيبقى مسؤوليه الايه؟ السيلر. تمام، طيب the buyer must precisely specify the product or services to be procured، لازم الباير يبقى محدد بالظبط ايه البرودكت او السيرفيس اللي هو عايزها عشان ما يبقاش الموضوع قابل لايه؟ للتغيير يعني. طيب تاني نوع عندي اللي هو الفيكسد برايس انسنتيف فيز. فيكسد برايس انسنتيف فيز هنا انا ببقى متفق برضو على التوتال الكوست بتاعي كام، هو فيكسد برايس بس بنبقى متفقين لو حصل بيرفورمانس كويس او حصل بيرفورمانس سيء هيحصل نوع من انواع الانسنتيف السلبي او الايجابي حسب الاداء السيء او الكويس. This fixed price arrangement gives the buyer and the seller some flexibility and that it allows for deviation from performance with financial incentive tied to achieving agreed to metrics. يعني انا ببتدي اتفق معاه، والله لو حضرتك خلصت مثلا تكلفه قد كده هيبقى في ليك قد كده، بينما لو كلفتني او لو كان الموضوع اعلى من كده هيبقى الموضوع برضه عليك السلب. في الحاله اللي زي دي عشان نتجنب ان الموضوع برضه ما يفوتش مننا او ما يفلتش مننا، فبنحط حاجه والله احنا متفقين على الحاجه دي ب 10,000 واحنا هنتفق مع بعض على ان هيبقى في انسنتيف لو انت عملت اقل او عملت اعلى. لو عملت اقل هديك جزء من اللي انت وفرته، لو عملت اعلى هخصم عليك جزء من اللي انت كلفتهولي. بس ده مش معناه ان احنا نتفق على 10 فتروح تكلفني 30، فانا اوريدي اشكك في ال 30 دي او اخصم منك والكلام ده. لا، احنا هنحط سقف، يبقى مثلا احنا متفقين على 10 والسقف بتاعنا 11، فمهما زادت التكلفه عن كده انا ما هديكش اكتر من 11. تمام، يعني احنا متفقين على كام؟ 10. طيب وبعد كده ايه اللي حاصل؟ يبقى لو الدنيا زادت مهما زادت انا ما هديكش اكتر من 11، لان احنا حاطين. طيب الباشمهندس احمد فهمي كتب 2، هل بقيه الجمله مش سامعني كويس؟
يا ريت بس نقول لو سامعين كويس نكتب واحد، ولو مش سامعين كويس نكتب اتنين. طيب الحمد لله الصوت كويس، باشمهندس احمد. طيب هو الناس كلها سامعاني كويس؟ طيب هو قطع ورجع تاني. طب دلوقتي سامعيني كويس؟ انا بتكلم كرنتلي، كرنتلي لو سامعيني كويس تمام، لو مش سامعيني كويس ارجع اشوف المشكله. تمام طيب تمام، نكمل تاني يا جماعه. فاحنا هنا قلنا ان احنا عندنا سقف، احنا مش هنتخطى السقف ده تمام، مهما ايه مهما تم. طيب نيجي للنوع الثالث اللي هو ايه، fixed price with economic price adjustment، اللي هو برضو احنا متفقين على ان الشغل ده هيتم مثلا 15 مليون جنيه، بس احنا هننفذ المشروع ده على مدار 3 سنين. فعلى مدار ال3 سنين دي وارد ان الماتيريالز اللي هنشتغل بيها اسعارها تتغير، وانا ما هقدرش اشتري كل الماتيريال في اول المشروع، وبالتالي انا هقعد اشتري الماتيريال على مدار ال3 سنين. فاحنا هنتفق على ان الحاجه دي ب 15 مليون، بس بعض البارامترز اللي انكلودد جوه الحاجه دي نقول هي موجوده بكام، ويبقى عندنا نوع من انواع الادجستمنت كل 3 شهور حسب النشره اللي بتنزلها رئاسه مجلس الوزراء فيما يخص مثلا مواد البناء، او لو كانت اي حاجه تاني هيبقى ادجستمنت حسب سعر السوق. فبنعمل ايكونوميك برايس ادجستمنت اكوردنج تو ذا ماركت برايس او اكوردنج تو ذا جفرمنت ببلشد برايس. اوكي، This contract type is used whenever the seller's performance period spans a considerable period of years. لما تكون عاجين، لما تكون العقد ده يتنفذ على مدار كذا سنة. As is desired with many long-term relationship. Okay? طيب. تمام، مهندس عادل توفيق بيقول if the EBA not if the EBA. يس معاك حق، سوري معلش، هو فيكسد برايس فتبقى بي نوت بي. هصححها ان شاء الله دلوقتي، بس هصححها بعد ما ناخد البريك ان شاء الله، وابعت لكم ابديت كوبي من الماتيريال. تمام طيب نيجي بقى للكوست ريمبيرسبل. اوكي، كوست ريمبيرسبل بيقول لك سكوب از نوت اكزاكتلي ديفايند، انت ما انتش عارف السكوب بالظبط او مش قادر تحدده بالظبط. Price is open based on the final costs the product will incur. Price مش محدد، بل العكس هو مفتوح بناء على التكلفة النهائية اللي هيتكلفها البرودكت. Risk is on the buyer. الريسك هنا على مين؟ على باير. ليه؟ لأن أي تكلفة تحصل، أي حاجة تزيد، أي توقف هيحصل المشروع نتيجة أي عوامل خارجية، الباير هو اللي هيتحمل مش السلع. تمام؟ طيب في عندي برضو 3 أنواع من العقود، أو في يعني نوع رابع كمان هنقوله، بس حاليا هم مكتوب قدامنا 3، هنكتب الرابع بعد شويه. كوست بلس فيكسد فيز، كوست بلس انسنتيف فيز، كوست بلس اور فيز، وفي كوست بلس برسنتج اوف كوست. تمام؟ سي بي بي سي. تمام؟ طيب ناخد اول، او قبل ما ناخد اول نفهم بس فكره الكوست ريمبرسبل. كوست ريمبرسبل كونتراكتس قال لك ذيس كاتيجوري اوف كونتراكتس انفولف payments to the seller for all legitimate actual costs incurred for completed work plus a fee representing seller profit. انا كشركه او انا كجهه مالكه للمشروع او كجهه طالبه للمشروع هحاسبك على كل اللي تتكلفه بلس فيز متفق عليها، دي هتبقى البروفيت بتاعك. تمام؟ طيب cost reimbursable contract gives the project flexibility precisely defined at the start and needs to be altered or when high risks may exist in the effort. طيب انا فالكلام اللي كنا بنقوله دلوقتي بنقول ببساطه ان cost reimbursable contract بيدي المشروع او اداره المشروع مرونه اكتر في انها تقدر توجه المقاول حسب السكوب اللي هي شايفاه او حسب اللي هي شايفاه، لان السكوب ما بيبقاش ساعتها بريسايسلي ديفاين، و او ممكن يكون بيتغير. يعني احنا النهارده لو بنعمل مشروع احنا كشركه او كحكومه مثلا مش قادرين نحدد بالظبط هو هيبقى ماشي ازاي، كان احنا مثلا بنستكشف في مكان معين نوع معين من المعادن او بترول او طبعا الحاجات دي بقت ليها دراسات وبقت ليها
يعني برضو طريقه من الكورس استيميشن، بس هنفترض ان احنا مش عارفين احنا عايزين، او ان احنا هنجيب واحد يبتدي يكسر في الحيطان بطريقه معينه عشان عايزين نوصل لماسوره معينه. في الحاله اللي زي دي انا ما ينفعش اقول له تعالى الشغلانه دي تاخد كام، لا انا هقول له تعالى انت كل حاجه تتكلفها هنا انا حاسبك عليها، وانت ليك في الاخر مبلغ معين هتاخده. حلو، فهي دي فكره الكوست انبارسبل كونتراكت. اول نوع عندي اللي هو كوست بلس فيكسد فيز. كوست بلس فيكسد فيز يبقى ايه؟ انا ببساطه انا هحاسبك على كل التكاليف اللي انت صرفتها بالاضافه لرقم تاني ثابت ده بيمثل البروفيت بتاعك. قال لك ذا سيلر از امبارسد فور اول الاولبل كوستس فور بيرفورمينج ذا كونتراكت ورك اند ريسيف ا فيكسد فيز بيمنت كالكوليتد از ا برسنتج اوف ذا انيشال استيميتد بروجكت كوستس. تمام؟ معتمد على الانيشال استيميتد بروجكت كوستس. احنا في الاول اتفقنا ان الحاجه دي هتتكلف. طيب مهندس مصطفى، ما هو بص النهارده اي حد هيكتب لي صوت مش شغال غصب عني هقف، لان انا عندي انا المشكله. فلو الصوت مش شغال مهندس مصطفى بيقول الصوت مش شغال، الصوت شغال يا جماعه؟ طيب الصوت شغال يا باشمهندس مصطفى، ماشي؟ طيب يعني لو حد ظهر بس عنده الصوت مش شغال على الاقل خالص يسال كده يشوف الدنيا ممكن تبقى مش شغال. اوكي. فاحنا هنا بنتكلم عن fixed fees estimated as a percentage of the initial estimated project cost. ماشي؟ طيب. تاني نوع عندي cost plus incentive fee. cost plus incentive fee انا هنا هعمل ايه؟ هديك كل التكاليف بالاضافه الى fees دي بتتناسب مع ال performance بتاع حضرتك في المشروع. The seller is reimbursed for all allowable costs of performing for performing the contract work and receives a predetermined incentive fee based upon achieving certain performance objectives as set forth in the contract. يعني انا هقول له والله انت هتاخد مثلا for example 100,000 جنيه لما حضرتك تخلص لي الشغل دوت بتكلفه قد كده. فانت ونيفر انك يعني خلصت الموضوع على تكلفه قد كده هتاخد الايه؟ الرقم اللي احنا محددينه ده. تمام؟ طيب كوست بلس ريمبارسبل، بس ايه؟ اورد في بلس اورد في. الاورد في دي هنا زيها زي اللي فاتت بس مع اختلاف ان بيبقى هنا في جزء ثابت ده هتاخده كده كده بالاضافه للجزء الثاني هتاخده بناء على الساتسفاكشن بتاع الكلاينت هنا. يعني هنا بيقول لك ايه؟ The seller is reimbursed for all legitimate costs but the majority of the fee is only earned based on the satisfaction of certain broad subjective performance criteria defined and incorporated into the contract. في الاول بعرف له بقى مجموعه عوامل، ممكن تبقى تايم، ممكن تبقى كوست، ممكن تبقى كواليتي، ممكن تبقى اي حاجه. ولما الحاجات دي تتحقق الحاجات دي بتبقى ايه؟ يعني هي دي اللي بناء عليها انا بقول والله الراجل ياخد الاول دي او ياخد المكافاه. تمام؟ طيب عندي حاجه كمان وهنا عايز اتكلم عن الديفرنس بين انسنتيف في اند اورد في. تمام؟ قال لك الان انسنتيف في از كالكوليتد بيزد اون ا فورمولا ديفايند ان ذا كونتراكت اند از ان اوبجيكتيف ايفالويشن. اوبجيكتيف ايفالويشن يعني حاجه مش غاش الحياه، يعني حاجه موضوعيه. تمام؟ ان اورد في ديبيندز اون ذا كلاينتس ساتسفاكشن اند از ايفالويتد سبجكتيفلي. لكن الاورد في بتعتمد على الساتسفاكشن بتاع الكلاينتس وتبقى الايفالويشن بتاعها ايه؟ سبجكتيفلي. ان اورد في از نوت سبجكت تو ان ابيل. يعني انت الموضوع بتاع ايه؟ لان انا في الاول متفق معايا من الاول ان انا حسب تقديري وحسب تقييمي للشغل بتاعك انا هعمل لك مكافاه. تمام؟ فهي دي بتبقى الاورد في. طيب عندي حاجه اسمها كوست بلس برسنتج اوف كوست. قال لك هير از ذا سيلر از بايد فور اول كوستس انكلود بلس ا برسنتج اوف ذيس كوستس. بايرز اوفن دونت بريفير ذيس تايب اوف كونتراكتس بيكوز ذا سيلر مايت ارتفيشلي انكريز ذا كوستس تو ايرن هاير بروفيت. طب انا هنا عايز اسال سؤال، ايه الفرق ما بين كوست بلس برسنتج اوف كوست والكوست بلس انسنتيف اللي خدناها من شويه؟ يعني انا ممكن تجاوبه في الشات يعني. بس محمد عبد بيقول نسبه من حجم الشغل. طيب بص يا جماعه عشان بس نختصر الموضوع، عندنا كوست بلس انسنتيف فيز ودي بتبقى نسبه من الكوست بس نسبه من الانيشال كوست اللي احنا اتفقنا عليها في الاول. احنا بتقول لي طب هتقول لي ازاي انت بتتفق عليها وانت اصلا بتقول انك كوست بلس، يعني انت مش هتبقى عارف التكلفه
الا لما نخلص. اقول لك ما انا برضو ما بسيبش الدنيا كده، مش معنى ان انا هحاسبك على التكاليف اللي انت هتعملها ان احنا ما نعملش استيميشن في الاول وهنقدر التكاليف. فاحنا بنبقى حاطين تارجت كوست هنمشي عليها. تارجت كوست اللي بنبقى حاطينها دي بنقول والله تارجت كوست فور اكزامبل 10 مليون، وانت هتبقى النسبه بتاعتك 20% يعني ليك مليون، فخلاص انت هتخلص ال 10 مليون دول بقوا 14 مليون، فانت برضو هتاخد المليون. يعني رغم ان التكلفه بقت 10 مليون فاحنا اتفقنا ان فيك 10% من 10 مليون اللي هو مليون، فانت عملت شغل ب 14 مليون فبرضه هتاخد مليون، يعني كله هيبقى 15 مليون. في حاله الكوست بلس برسنتج الكوست، فانا هنا بقول ليك 10% من التكلفه الفعليه اللي بتصرف، وبالتالي لما نبقى متفقين على 10 مليون وتيجي تصرف 14 مليون بدل ما تاخد مليون هتاخد مليون و400 الف. تمام؟ فهو ده الفرق يا جماعه بس ما بين الايه؟ كوست بلس انسنتج والكوست بلس ايه؟ برسنتج الكوست. طيب عندنا نوع ثالث من العقود اسمه تايم اند ماتيريال. تايم اند ماتيريال كونتراكتس اللي هو انا بتعامل معاه بيونتس، اليونت دي يا اما يونتس زمنيه يا اما كاونتس، حاجه قابله للكم. كانك مثلا تقول والله انا عندي مشروع اللي هو ابني هنا برج، بس انا في الحته بتاعت الحفر هديها لشركه معينه في الحفر. الشركه بتاعت الحفر دي انا هحاسبها بايه؟ هحاسبها بالمتر. فوالله المتر مكعب بقد كده، فانا في الاخر خالص هاجي اشوف هو عمل كام متر مكعب واحاسبه عليه. حلو كده؟ فببساطه شديده جدا انت ممكن الموضوع ده يخلص وقت كبير، يخلص وقت قليل، يبوظ حفارين وشغال، انت مالكش دعوه. في النهايه انت بتحاسب على نمبر اوف ايه؟ اوف يونتس. نفس الكلام لو انت مثلا جبت حد يدي لك تريننج للناس اللي عندك، وهو بيجي يدي التريننج ده بيزد بالساعه، يعني والله الراجل ده ساعته ب 500 جنيه فانت هتجيبه 20 ساعه فهياخد ايه؟ 10,000 جنيه. فهي دي القصه. سكوب بير يونت از ديفايند، لكل وحده السكوب از ديفايند، بس ما بيبقاش عارفين هنعمل كام يونت منها. كوست از تشارجد تو ايدنتيفاي تاسكس اوف ان اون جوينج اكتيفيتي. سكوب بير يونت از ديفايند، ريسك از اون ذا باير، سيلر هاز نو انسنتيف تو كنترول كوست، ما عندوش اي حافز او دافع ان هو يكنترول الكوست. طب هنشوف مع بعض كده انواع العقود اللي اتكلمنا عليها. انا عندي اف اف بي، وعندي اف بي اي، وعندي اف بي اي بي اي. هي مكتوبه هنا صح يا باشمهندس، بي مش بي. تمام. وعندي كوست بلس اورد فيز، وعندي كوست بلس فيكسد فيز، وعندي كوست بلس انسنتيف، والمفروض هنزود عليهم كوست بلس برسنتج اوف كوست، بس هي برضه مش موجوده هنا، بعد ما اعمل لها ايه؟ ابديت. طيب دي كومباريسون بين فيكسد تراكتور اسيومي ريسك اللي هو التراكتور اللي بيتحمل الريسك، لانه في حاله ان الكورس امبارسبل الاونر هو اللي بيتحمل الريسك. هنا الكونتراكت انكلوز انتسبيتد بروفيت، حاله الفيكسد انت لما تقول لواحد انا هتفق معاك على ان الشغلانه دي كلها ب 10,000 جنيه، ال 10,000 جنيه دي بتتضمن بروفيت، هي في حد ذاتها البروفيت بتاع الراجل موجود جواها. لكن في حاله الكوست امبارسبل البروفيت بيبقى سيبريت عن قيمه الكونتراكت نفسها. الكونتراكت بيبقى ب 10 مليون والله، والبروفيت بتاعك ده لوحده. طيب contract is dependent and contract is independent and performs the work as it sees fit. لما بتتفق معاه على ان السور ده ب 10,000، طب والله خلاص هو بيبتدي يمشي الشغل بطريقته. والله انت متفق معايا نخلص بعد مثلا فيكسد الشقه دي كلها تخلص بعد شهر، فانا بقى اجي اشتغل بالليل، اشتغل الصبح، اجيب عمال زياده، اجيب عمال قليلين، انا براحتي بطريقتي. هنا الاونر بيدايركت الورك، لان هو هنا بيكون بيحاسب على اي تكاليف بتحصل، فهو اللي هيقول لك لا ما تجيبش عمال زياده، لا هات لي عمال زياده، لا اشتغل بالطريقه الفلانيه. هنا كمان سكوب اوف ورك از كليرلي ديفايند تو انيبل ان اكيوريت استيميت. تمام. في حاله الفيكس برايس لازم يبقى السكوب كليرلي ديفايند عشان ينيبل اكيوريت استيميت. لكن في حاله الكوست امبارسبل مش شرط يبقى السكوب ديفايند، لان انا هقول لك واحنا ماشيين الشغل ماشي. تشينج اوردرز باي اونر انكريز اور ديكريز ذا فاليو اوف ذا كونتراكت. هنا في حاله الفيكسد برايس اي تشينج يجي من الاونر هيغير قيمه العقد، هيقللها او يزودها. لكن في حاله الكوست امبارسبل اي اوردر بيجي من الاونر هنا ما بيغيرش قيمه العقد، لان احنا متفقين اصلا ان هي الدنيا كلها تغييرات واحنا ماشيين. تمام؟ ده شكل بيلخص لي الدنيا من ناحيه ان هنا الفاير ريسك از لو، اند هنا الفاير ريسك از هاي.
العكس صحيح، سيلرز ريسك لو، وهنا ايه؟ وهنا ار بتبدا من الفيكسد برايس، وهنا تايم اند ماتيريال وكوست بالبارسيمتر. ماشي؟ طيب عشان برضو نبقى شايفين الدنيا كده من الاقل للاعلى، انا عندي سي بي بي سي، سي بي بي اف اف، سي دي اي اف، سي بي اي اف، بي ان ام، اف بي اي بي اي، اف بي اي اف، اف اف بي. طيب اقلهم ريسكس على الباير هو الاف اف بي، واعلاهم ريسكس على الباير هو السي بي بي سي، والعكس صحيح، اقلهم ريسكس على السيلر هو السي بي بي سي، واعلاهم ريسكس على السيلر هو الاف اف بي. فقال لك عشان الكلام دوت، وعشان دايما في تعارض او مش تعارض، ان الريسك عالي عندك والريسك قليل عندي والعكس صحيح، قال لك whenever you negotiate a contract you should always make sure both the buyer and the seller are comfortable and satisfied with the contract type and the other terms and conditions of the contract to achieve the smooth and successful delivery of the project work. لازم الاثنين يبقوا متراضيين، ولازم الاثنين يبقوا متفقين عشان ما نتخانقش. في النهايه السيلر لما يبقى داخل في عقد اف اف بي يبقى عارف ان هو شايل الريسك، والباير لما يبقى داخل في عقد اس بي سي بي بي سي يبقى عارف برضه ان هو شايل الريسك، وتبقى الدنيا متراضيه. طيب احنا دلوقتي يا جماعه هناخد بريك لحد الساعه، تمام. طيب احنا بس هناخد شويه اكزامبلز كده، وهستأذنكم نكمل البروكيورمنت المره الجايه، عشان يعني حقيقي مش قادر اكمل، يعني انا تعبان من قبل المحاضره بساعتين، بس كان هيبقى بايخ جدا ان انا اعتذر يعني. فبنحاول ان احنا نكمل، وان شاء الله نخلص الاكزامبلز اللي عندنا ونكمل بقيه المحاضره المره الجايه، والله كريم. طيب هنتكلم عن حاجه اسمها كوست بلس انسنتيف فيز، كوست بلس انسنتيف، تمام. شكرا لكم يا جماعه، شكرا لكم. طيب الكاميرا انا مقصره على الصوت والكواليتي ولا حاجه يا جماعه؟ عشان لو كده اقفلها، او خلينا نقفل الكاميرا ونرتاح احسن. تمام. طيب هناخد اول اكزامبل على انواع العقود، هاخد اول اكزامبل على انواع العقود. الله يسلمكم، تمام. يا ريت ما نكتبش حاجه في الشات. اول حاجه عندي كوست بلس انسنتيف فيز. كوست بلس انسنتيف في، قال لك يا سيدي التارجت كوست بتاعك، يعني احنا شغالين مبدئيا اهو ايه، كوست بلس. ففي كوست بلس حتى واحنا متفقين ان احنا هنحاسب على كل التكاليف اللي هتحصل، فاحنا بنقول ان احنا عندنا تارجت كوست. تارجت كوست اللي عندنا، تارجت كوست اللي عندنا 210. احنا اتفقنا ان انت هتعمل الشغل ده كوست بلس، بس يعني احنا مبدئيا كده يعني حاطين مستهدف لينا في التكلفه 210، وان شاء الله حضرتك هتاخد 25000 اذا في ليك انت، وبالتالي التوتال برايس بتاعنا هيبقى 235000. واتفقنا لان احنا شغالين انسنتيف فيه، اتفقنا على شيرنج ريشيو 80 20، دايما اللي بيجي في الاول بيبقى الباير، واللي بيجي بعد كده بيبقى السيلر او الباينج اورجانيزيشن والكونتراكتور. فال 80% دي نصيب الشركه، وال 20% ده نصيب الايه؟ المقاول. طيب اللي حصل ان التكلفه الفعليه اللي تمت هي 200000. احنا كنا متارجتين كام يا جماعه؟ كنا متارجتين 210. كنا متارجتين 210. طيب الراجل عمل ايه؟ الراجل عمل الصح، الراجل عمل شغل كويس، بدل ما يصرف 210 صرف 200000، يبقى الراجل 200000، يبقى الراجل ده ايه؟ سيف، عمل سيف اون كوست، تمام؟ وبالتالي السيفنج بتاعه عباره عن ايه؟ انه بدل ما يصرف 210 صرف 200، يبقى الراجل ده عمل سيفنج قد ايه؟ 10. الاصول وحق ربنا، اقوم اديله من ال10 دي جزء. طب اديله من ال10 دي جزء بناء على ايه؟ بناء على الشيرنج ريشيو. شيرنج ريشيو اللي عندي بتقول 80 20. يعني ايه 80 20؟ يعني الحاجه لو حصل تكلفه زياده هيبقى التكلفه الزياده ديت الباير يشيل منها 80 والسيلر يشيل 20. طب لو حصل توفير الباير هيستفيد ب 80 والسيلر هيستفيد ب 20. وبالتالي حصل توفير هنا عندي ايه؟ عندي حصل توفير 10. طب والشيرنج ريشيو 80 20، يبقى اذا لما اجي اقول والله ال 20% من ال 10000 هي كام؟ 2000. يبقى ده الانسنتيف اللي هياخده السيلر فوق حقه الطبيعي. حقه الطبيعي ان هو ياخد اللي صرفه بلس التارجت فيه بلس الانسنتيف، يبقى هياخد ايه؟
25 اللي هي التارجت فيه بلس الاثنين اللي هي الانسنتيف هيديني 27. اقوم حاططهم على ال 200 ولا ال 210 يا جماعه؟ لا، احطهم على الاكشوال كوست، لان انا مش هحاسبك على اللي كان المفروض يتصرف، انا بحاسبك على اللي فعلا اتصرف اللي هو الايه الاكشوال كوست. وبالتالي هقول 200 بلس 27 يبقى اكزامبل تاني. عندي اكزامبل تاني كوست بلس انسنتيف في كوست بلس انسنتيف في زي اللي فات بالظبط. تارجت كوست كام؟ 150. تارجت في 20، وبالتالي التارجت برايس يبقى 50 زائد 120 170، والشيرنج ريشيو 28، والراجل صرف فعليا 160. قولوا لي بقى كده، احنا مش هظهر الاجابه، قولوا لي انتوا ايه الاجابه؟ انا مستني تعليقاتكم في الشات. مهندس محمد بيقول 158، مهندس هيثم 18000، مهندس انور 160 ناقص 20 في 10، والمهندس عادل توفيق 168، مهندس عبد الرحمن الرشيدي 178. مين يزود؟ 176، ما شاء الله. يعني اختلاف الارقام ده رهيب بصراحه. تمام. احنا طبعا يا جماعه بنتكلم على الرقم النهائي، اكيد مش بنتكلم على الارقام في النص، بنتكلم على الرقم النهائي. الراجل ده هياخد مني كام؟ تمام. 158 178. ها طيب، تعالوا نشوف مع بعض احنا هنحلها ازاي. مبدئيا الراجل ده صرف اكتر ولا اقل؟ الراجل ده صرف اكتر. سيلر اكسيدد ايه؟ كوست. طب اكسيدد بقد ايه؟ هو طبعا طالما اكسيدد هيبقى هيحصل له ايه؟ بينالايزد، هيبقى بينالايزد. طب قد ايه؟ ب 10 اللي هي كانت عباره عن 150 ناقص 160، 10 بالماينس. اذا الراجل ده صرف 10000 زياده. حلو؟ طيب، وبالتالي نسبته من ال 10000 دي قد ايه؟ نفس الكلام، هنقسم ال 80 في 20 يبقى نسبته ايه؟ ماينس 2000. لما نقول 20 في 10 يبقى ماينس 2000. طيب، وبالتالي الراجل ده بدل ما كان هياخد 20000 كتارجت، بعد ما كان هياخد 20000 قصدي في اذى فيه، هياخد 20 ناقص 2 اللي هي العقوبه بتاعته، هو الراجل ده كلفني 10000 زياده، وبما ان هو بيشيل دايما 20% او بيتكافئ ب 20%، فهو من ال 10000 دي هيشيل 20% اللي هم 2000. اذا انا هخصم، بدل ما هديله بدل ما هديله 20 هديله 18. طب وبعد كده ياخد ايه؟ ياخد ال 150 ولا ياخد ال 160؟ ياخد ايه يا جماعه؟ ياخد 50 ولا 160؟ مهندس محمد عبد الرازق 160، مهندس انور مطر 160، دكتور ابراهيم بيقول 150، مهندسه ايه بتقول 160، المهندس ابو بيقول انا نسيت اجرته. تمام. لا، احنا بنقول بلس الاجره بتاعته، الاجر بتاعه اللي هو هيبقى 20 ناقص 2 ب 18 ده، بلس الاجر ده هياخد 160 ولا هياخد 150؟ تمام. في ناس بتقول 160 وناس بتقول 150 وناس بتقول 160 زائد 18. طيب، احنا يا جماعه شغالين ايه هنا؟ شغالين كوست بلس. كوست بلس معناها ان انا بدفع لك اللي انت فعلا صرفته. وبالتالي انا هدفع لك ال 160 زائد الفي بتاعتك، لكن بما انك انت كلفتني زياده فانت مش هتاخد الفي كامله، فهتاخد كام؟ هتاخد 160 بلس 18 يبقى 178. هتاخد 160 بلس 18 يبقى كام؟ 178. تمام؟ يبقى يا جماعه عشان نبقى ماشيين مع بعض صح، لازم ما ننساش نبص على نوع المساله. انا هنا بقول لك كوست بلس ولا فيكسد؟ بقول لك كوست بلس ولا فيكسد. طالما كوست بلس يبقى انت فعلا هتاخد اللي انت صرفته. فانت مبدئيا هتاخد ال 160، يعني هتاخد ال 160. حلو؟ جه على جنب. التفاهم كله هيبقى في بالاضافه لده، في الفيس بتاعتك. هتاخدها زياده ولا هتاخدها ناقصه ولا هتاخدها زي ما هي. تمام؟ طيب، نشوف اكزامبل تاني. بس المره دي بقى فيكسد بلس انسنتيف. المره اللي فاتت كان كوست بلس، المره دي فيكسد بلس انسنتيف. انا عندي تارجت كوست 150، تارجت فيه 30، تارجت برايس 180، شيرنج ريشيو 60 40،
واكتوال كوست 210. تاني انا عندي تارجت كوست 150، تارجت فيه 30، تارجت برايس 180، شيرنج ريشيو 60 40، واكتوال كوست 210 وسيلينج 200. عايز اعرف ايه اللي هيتم مع الراجل ده. ممكن تقولوا لي ايه اللي يتم مع الراجل ده؟ مهندس عادل بيقول 200، المهندس عبد الرازق بيقول 26. انا عايز الرقم النهائي يا باشمهندس عبد الرازق. مهندس محمد عكريس 200، مهندس انور مطر 200، مهندس محمد زيدان 200. طيب تعالوا نشوف كده يا جماعه هنحلها ازاي. طيب اول حاجه، الراجل ده اكسيدز الكوست ولا عمل سيفنج؟ الراجل ده اكسيدز الكوست، تمام. طيب هيحصل له ايه؟ تو بي بينالايز. طيب نيجي نقول والله الراجل ده الاكسس كوست قد ايه؟ هو كان المفروض يصرف 150 لكن صرف كام؟ 210. انا عايز لسه اوضح لكم حاجه هنا الاول يا جماعه. واحنا ايه اللي بيخلينا نعمل الكلام ده فيكسد؟ يعني ايه اللي بيخلينا نعمل كده؟ مش احنا متفقين على فيكسد؟ ده سؤال انا بطرحه دلوقتي، انا هوقف اهو مش هحل واسالكم السؤال ده. احنا ازاي بيبقى فيكسد وقاعدين نعمل الكلام ده كله؟ انا بسالكم ازاي فيكسد وقاعدين بنعمل ده كله؟ زي ما قال كده الباشمهندس عبد الرحمن، الباشمهندس عبد الرحمن الثاني، الباشمهندس علي التوفيق، السر كله في كلمه بلس انسنتف. ان انت لما كنت بتقول فيرم فيكسد برايس ما كانش ينفع تعمل ده كله، لكن فيكسد برايس بلس انسنتف اديت لك مخرج ان يبقى في ديفيشن عن الكوست الفيكسد دي ويحصل نوع من انواع الموائمه. بس عشان الدنيا ما تفرطش مننا حاطين ايه؟ حاطين سيلينج. حاطين ايه؟ سيلينج. طيب انا عندي هنا اكسس كوست قد ايه؟ ماينس 60000. انا عندي الاكسس كوست قد ايه؟ ماينس 60000. طيب ايه اللي هيحصل؟ تو بي بينالايزد من ال 60000 دي عباره عن ايه؟ هقوم والله ضارب نسبته اللي هي 40% في ال 60000 اللي هي الزياده دي، يبقى الراجل ده المفروض يتخصم من حقه 24000. الراجل ده المفروض يتخصم من الفي بتاعته 24000. الفي بتاعته اصلا كام؟ 30. طيب سيلرز توتال فيز اصلا 30، هتخصم منهم 24 اللي هي نسبته من التكلفه الزياده اللي حملها لي. اذا الراجل ده بدل ما ياخد 30 هياخد كام؟ هياخد 6. ال 6 دي هقوم حاططها على التكلفه الفعليه اللي هي الكام؟ اللي هي 210 بلس 6، يبقى الراجل ده المفروض ياخد 216، صح؟ تمام معايا يا جماعه؟ الناس اللي بتابع معايا. حد عنده تعليق؟ تمام يا باشمهندس عبد الرحمن، هنا فعلا احنا مش السيلينج، ما طبقناش السيلينج المفروض نطبقه. احنا عندنا سيلينج بكام يا جماعه؟ ب 200. يبقى اذا انا لازم امشي الكالكوليشنز في الاخر، وفي الاخر خالص يظهر لي السيلينج، وفي الاخر خالص اقارن اللي بيطلع بالسيلينج، تمام. اذا اللي طلع ده اقل من السيلينج هديله اللي طلع، اذا اللي طلع ده اعلى من السيلينج هديله السيلينج. اذا الراجل ده مش هياخد فعليا 216، لا هياخد 200، لان السيلينج 200 واحنا متفقين على السيلينج كده. يعني انا قايل له انا هفضل ماشي معاك في علاقه فيها نوع من انواع المشاركه في الخسائر والارباح، او الخسائر والسيفنج، تمام، لحد ليفل معين، لحد ليميت معين. اول ما توصل الليميت ده انا ما اعرفكش، انا مش هدفع لك اكتر من كده مهما حصل.
تمام. فهي دي فكره الفيكسد بلس انسنتيف والسيلينج، تمام. هي دي فكره الفيكسد بلس انسنتيف والسيلينج. ما هو يا هندسه لو انت هتضيف للتارجت يبقى لازمته ايه اللي احنا بنعمله ده؟ يعني انت لو هتبتدي تعمل الكلام ده وتضيف في النهايه للتارجت كوست يبقى لازمته ايه اللي احنا بنعمله؟ من التارجت كوست، طالما قررنا نقبل ديفيشن، يعني فكره ان احنا شغالين فيكسد بلس انسنتيف هي القصه هنا، هو ده الميكس، هي دي هي اليونيكنس هنا، ان انت ايه، ان انت مش زي الكوست بلس، لا انت ليك سقف. الفرق هنا ان انت ليك سقف، تمام. السقف ده هو اللي بيخليك تقف عند النقطه دي. طيب مهندس سامع بيقول ازاي، انا بشرح اهو يا هندسه، انا بقول لك القصه هنا قصه ايه، قصه ان حضرتك في حاله لما كنت تشتغل في كوست بلس فانت هتدفع فعلا الفعلي، لكن انت هنا في الفيكسد انت مع الفعلي لحد نقطه معينه. اللي بيحدد السقف حضرتك لما بتقعد معاه تتفق في الاول، بتقول له والله احنا هنشتغل فيكسد بلس انسنتيف وقيمه العقد التارجت بتاعتنا قد كده، الفيكسد بتاعتنا قد كده، والسقف بتاعنا قد كده، فمهما حصل مش هتفعلك اكتر من كده. خلاص واضح كده يا جماعه؟ طيب ندخل على اكزامبل تاني، فيكسد بلس انسنتيف. اه يا فندم في العقد بيبقى متحدد يا باشمهندس سامي، بيبقى متحدد في العقد. هنا فيكسد بلس انسنتيف عندي تارجت كوست 200,000 وتارجت فيه 50,000 وتارجت برايس 250,000، ده التوتال برايس. شيرنج ريشيو 60-40 والاكتوال كوست كام؟ بدل ما هي 200 بقت 250 والسيلينج 260. السيلينج كام يا جماعه؟ 260. يا ترى الراجل هياخد ايه في الحاله دي؟ مئتين وتسعين مئتين وستين مئتين وستين دكتور ابراهيم بيقول 200 ناقص 250 يساوي اكس، 260 260 250 اكس في 40% بعدين 260. طيب تعالوا نشوفها مع بعض، تعالوا نشوفها مع بعض هنحلها ازاي. اول حاجه الراجل ده صرف اقل ولا اكتر؟ الراجل ده اكسيدد الكوست، طب هيحصل له ايه؟ بينالايز. طيب هنعملها ازاي؟ هنقوم واخدين الاكسس كوست اللي هي هتبقى في الحاله دي عندي 200 ناقص 250 اللي هي 50,000 بالماينس، ونقوم ضاربين فيها نسبته اللي هي 40% هتطلع لي كام؟ 20,000. فالراجل ده المفروض هياخد 50 ماينس 20 هياخد كام؟ 30. طب ال 30 دي هنيجي نحطها على كام؟ هنحطها على الاكتشوال كوست اللي هي كام؟ 250، يبقى الراجل ده المفروض ياخد كام؟ 280. تمام كده؟ ياخد 280؟ لا مش هياخد 280، لازم نرجع نبص للسيلينج. لو النتيجه اللي طلعت اقل من السيلينج ياخد النتيجه، لكن لو النتيجه اللي طلعت اعلى من السيلينج ياخد ايه؟ ياخد السيلينج. وبالتالي انا عندي هنا سيلينج 260,000 هيجبرني بدل ما اديله 280 هديله ايه؟ 260. تمام؟ يبقى اذا الراجل في الحاله اللي زي دي هياخد 260. طب هل ده معناه ان انا على طول بقى يعني اختصر الخطوات كده واجيب من الاخر يعني واروح اديله السيلينج؟ لا، لازم تعمل الكالكوليشنز دي لانها ممكن تبقى اقل من السيلينج فانت تستفيد بالفرق ده. تمام؟ طيب. ناخد اكزامبل كمان، فيكسد بلس انسنتيف. انا عندي تارجت كوست 200 وعندي تارجت فيه 50 وعندي تارجت برايس 250 وشيرنج ريشيو 60-40 والسقف اللي هو السيلينج 260 والاكتشوال كوست كام؟ 200. يعني التارجت كوست 200 والاكتشوال كوست 200، يا ترى هياخد ايه المره دي؟ ناس سريعه جدا، طب هياخد معاهم بوسه طيب ولا مش هياخد بوسه؟ في ناس كاتبه 260. دكتور ابراهيم بيقول 260. طيب هياخد بوسه ولا مش هياخد بوسه يا جماعه؟ طيب الراجل المحترم جدا قلت له 200 عمل 200 يعني.
طيب ياخد بوسه، ياخد بوستين. لا لا، البوستين دي في اعلى من السيلينج، بوسه ماشي، انما بوستين دي بعدين السيلينج يا جماعه. تمام. ايوه يعني يا ريت برضه في سيلينج للبوسات يعني. بعد هاخد ايه؟ صوت قاضي ولا كويس؟ الصوت كويس؟ الصوت تمام؟ طيب تمام. أول حاجة الراجل ده يعني هيبقى بينالايزد ولا هيتكافئ ولا إيه؟ والله الراجل ده لا هو اللي أخطأ ولا هو اللي عمل حاجة يعني أقل. Seller is right on target cost, pull the eye. Pull the eye يعني إيه؟ في منتصف الهدف. No incentives, no penalties. الراجل ده لا هياخد انسنتيف ولا هياخد بنالتي، وبالتالي هياخد ال 50 بتاعته زي ما هي بالاضافه الى الاكتوال كوست. طب الاكتوال كوست كام؟ الاكتوال كوست بتاعته 200 بلس 50 يبقى كام؟ 250. طيب يا ترى هياخد 250 ولا هياخد ايه؟ ما عندنا سيلينج. عندنا ايه؟ عندنا سيلينج اهو. تمام؟ سيلينج ده يخلينا ناخد ايه؟ 60% من ال 50. ليه يا دكتور؟ ليه ياخد 60% من ال 50؟ طيب يبقى برضه هو يا جماعه هياخد الايه؟ هياخد ال بتاع ده اسمه ايه؟ سوري معلش رحنا فين؟ تاني؟ انا استغرب جدا مش عارف ليه اللي بيحصل ده. طيب هياخد ايه بقى هنا؟ هياخد ال 250 زي ما هي. تمام بالظبط كده يا جماعه. احنا هنا بندي الاقل، لو اقل من السقف بندي النتيجه اللي بتطلع، لو اعلى من السقف بندي السقف، بالاضافه لان الراجل دوت يعني ايه برضو نفتكره ببوسه ولا بوستين يعني. تمام. طيب شوف اكزامبل تاني. عندي فيكسد بلس انسنتيف، عندي تارجت كوست 200، تارجت فيه 50، تارجت برايس 250، شيرنج ريشيو 60 40، اكشوال كوست 190، والسيلينج 290. يا ترى الراجل ده هياخد ايه؟ ميتين اربعة واربعين. ميتين وثمانين. 194. ميتين اربعة واربعين، ميتين اربعة وخمسين، 194. طيب تعالوا مع بعض نشوف نعمل ايه. مبدئيا الراجل دوت وفر ولا صرف زياده؟ كنا طالبين منه يصرف 200، صرف 190، يبقى وفر. سيلرز سيف اون كوست. طب السيفنج بتاعه قد ايه؟ كنا قايلين له على 200 صرف 190، يبقى صرف، يبقى وفر كام؟ 10. يبقى دي من ال 10 دي حسب الشيرنج ريشيو، نضرب 40% في ال 10 يبقى لي 4. يبقى بدل الراجل ده ما ياخد 50 هياخد 54، 50 بلس 4 يبقى 54. نضيفها على الاكشوال كوست اللي هو كام؟ 190. 54 بلس 190 يبقى كام؟ 244. ولكن احنا عندنا سيلينج، عندنا سيلينج 290. يا ترى هياخد ال 244 ولا هياخد ال 290؟ ها، ياخد ال 244 ولا ياخد ال 290؟ وزائد الثلاث بوسات، هياخد ال 244 وثلاث بوسات. بس خلي بالك ثلاث بوسات كده انت ممكن تعدي السيلينج. تمام؟ تمام.
طيب احنا كده احنا كده عندنا الراجل ده هياخد 240، مش هياخد 290، تمام؟